أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل يبقى في مكة إلى آخر رمضان، فهل يلزمه إخراج زكاة الفطر هنا أو تخرج عليه في بلده؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، يخرجها في البلد الذي يأتي هلال العيد وهو فيه، إذا ثبت الهلال ليلة العيد فتخرج فطرتك في البلد الذي أنت فيه، في مكة أو في غيرها، إلا أن تكون قد وكلت أولادك أو وكلت أحدا في بلدك يخرجها عنك فلا بأس. إذا كنت وكلت من يخرجها عنك في بلدك فلا بأس، إذا لم توكل أخرجها هنا في البلد الذي يوافيك العيد وأنت فيه.